فإن أشرف ما تنطق به الألسنة وأحسن ما تزان به المجالس هو ذكر الله تعالى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى في مدح الذاكرين والذاكرات: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فأمر بالإكثار من ذكره وحذر من الغفلة عن ذلك. وجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يذكر الله هذا حاله حال الأحياء، الذي لا يذكر الله حاله كأصحاب القبور وكالميت. وبعض الناس لا يذكرون الله تعالى ولا يرى عليهم أثر الذكر لا في أحوالهم ولا في أعمالهم، فهؤلاء كأصحاب القبور، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يقومون عن مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. إذا جلس قوم مجلسا من المجالس، سواء في المسجد أو في البيت أو في مكان العمل أو في الشوارع، ولم يذكروا الله تعالى في ذلك المجلس ثم تفرقوا، فكأنما كانوا مجتمعين على جيفة حمار، ثم يكون هذا المجلس حسرة عليهم يوم القيامة.